طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية، معكم في العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. يوم ساخن على الحدود، صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان إلى إسرائيل، وواشنطن تحذر من تدخل إيران إذا اتسعت المعارك. أسلحة أوكرانيا بأموال روسية، اتفاق سياسي بمجموعة السبع يتيح استخدام أصول موسكو لتسليح كييف. رغم التقليل من خطورتها، واشنطن تستنفر لمراقبة قطع روسية وصلت هافانا بينها غواصة نووية. We are incredibly unified in working with President Trump to get him elected so that we can work with him to fix these serious problems that our country faces. مدعوما باستطلاعات رأي تظهر تفوقه على بايدن، ترامب يبدأ اليوم مصالحة جمهورية في الكابيتول. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى أبرزها. داخل إيران، مستشار المرشد يقول إن بلاده حصلت على موطئ قدم في المتوسط عبر تبعية حزب الله. وفي هدنة غزة، مجموعة السبع تستعجل حماس قبول مقترح الهدنة، وبايدن يقول إنه لم يفقد الأمل. رغم مساع أمريكية للجمع بين طرفي الصراع في السودان، البرهان يفتح النار على حميتي ويتهمه بالسعي للاستيلاء على السلطة، ومجلس الأمن يصوت لإنهاء حصار الفاشر بدارفور. ماكرون يطرق باب القوى المعتدلة للتحالف معه أمام صعود أقصى اليمين قبيل انتخابات برلمانية حاسمة في فرنسا، واستطلاعات الرأي تتوقع هزيمة قاسية لأحزاب اليسار. كونوا معنا في خارج الصندوق. نفتح ملف الساعة الأولى من العالم الليلة. حرائق وسفارات إنذار في الجليل الأعلى والجليل وصفت شمالي إسرائيل إثر هجمات بصواريخ ومسيرات نفذها حزب الله اللبناني. هذا القصف تزامن مع إنهاء القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لتدريبات مكثفة عملت فيها على محاكاة سيناريو دخول إسرائيل حربا شاملة في لبنان وسوريا. قائد الأركان العامة هرتسي هاليفي أكد أن حكومته تقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب في لبنان. الجيش الإسرائيلي مستعد لهذا القرار. نحن نضرب هنا منذ 8 أشهر، ويدفع حزب الله ثمنا باهظا. لقد زاد حزب الله هجماته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون للمعركة بكفاءة، والتدريبات شملت كل الأركان ومستعدون للقيام بعملية في الشمال. إذن هاليفي يقول إن جيشه مستعد لحرب في الشمال، لكن بنظر لآخر حرب جمع الطرفين عام 2006 لن تكون المعارك مشابهة لإطلاق العمليات في غزة لأسباب كثيرة، في مقدمتها أهمية حزب الله بالنسبة لإيران. فحزب الله أهم أذرع إيران في المنطقة، تمكن من التحول تدريجيا إلى ما يعرف بالقوات الهجينة، وهو مصطلح يعني إتقان حرب العصابات، في الوقت نفسه الحفاظ على كتائب نظامية تشبه في تسليحها الجيوش الرسمية. حزب الله يستخدم حرب العصابات عبر مئات الآلاف من صواريخه غير الدقيقة، إضافة للهجمات السبرانية، الكمائن والقدرة السريعة على إعادة الانتشار بين السكان أثناء التعرض لهجوم. لكن في المقابل بات يستخدم طرق الجيوش النظامية وأسلحتها مثل الصواريخ المحمولة المضادة للدروع، المسيرات، وحتى أنظمة تشفير للاتصالات، وأخرا أنظمة دفاع جوي بتكنولوجيا إيرانية. في المقابل الجيش الإسرائيلي يقول بأنه جاهز لتدمير قدرات حزب الله. عبد الجليل، كيف يمكن للجيش الإسرائيلي التعامل مع قدرات حزب الله اليوم؟ نعم نادين، الحرب الهجينة بلغت ذروتها في الحرب الأوكرانية، وحزب الله استنسخ بعض الأساليب من الحرب هناك، كما بات يستخدم أسلحتها أيضا. أما إسرائيل فستستغل حتما التجربة نفسها، وخاصة تجربة حلفائها. لا حرب تشبه حربا أخرى، ولذلك فالفرق بين ما يحدث الآن في غزة وما سيحدث نظريا في جنوب لبنان مختلف بشكل كبير. الفارق بالنسبة للجيش الإسرائيلي ربما سيكون
يكون أسهل هو غياب كثافة سكانية كبيرة في هذه المناطق، مناطق جنوب الليطاني، مقارنة بغزة الكثيفة التي يقطنها أكثر من 2 مليون ساكن، وكان من الصعب جدا إجراء عمليات في مناطق آهلة بسكان. لكن هناك ميزة يتميز بها حزب الله لا يمتاز بها قوات حماس، وهي العمق، إذ أن غزة تعتبر محاصرة ولا تمتلك أي اتصال بالعالم الخارجي. أما بالنسبة لحزب الله فهو قد يجد عمقا، ربما قد يجد اتصالا بإيران التي حتما ستساعده بالنظر إلى أنه أهم أذرع إيران في المنطقة. بالعودة إلى التسليح في حال اندلاع حرب، هناك تقارير إسرائيلية تحدثت بأن حزب الله أيضا توصل على بانسر، وهي أنظمة روسية، بانسر واحد، وهي أنظمة روسية قديمة بعض الشيء مخصصة لمكافحة المسيرات وأيضا الصواريخ والمقذوفات قصيرة المدى الموجهة وغير الموجهة، إضافة إلى مخزون كبير لدى حزب الله من قاذفات كاتيوشا وقاذفات جراد، مداها على أقصى تقدير هو أقل من 80 كيلو متر، إلا أن عددها كبير جدا لدى الحزب، وهي قادرة على إطلاق أكثر من 4000 قذيفة حسب مكتب دراسات إسرائيلي في حال اندلاع الحرب. سيحدث هذا في الأيام الأولى، لكن بعد الأيام الأولى سيواصل أيضا حزب الله في إطلاق 1500 قذيفة، وهو عدد كبير جدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي. بالعودة إلى ذكريات حرب عام 2006، نشاهد بأن 45% من المدرعات والدبابات التي دخلت أو عبرت الحدود نحو لبنان تعرضت للأعطاب، ربما دمرت بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهذا ربما ما جعل إسرائيل تطور دبابتها إلى دبابة ميركافا 4 بواسطة الدرع التفاعلي تروفي، وهذا ربما سيكون متغيرا جديدا بالنسبة للمعارك بين حزب الله التي تستخدم قاذفات كورنيت المضادة للمدرعات. إضافة إلى هذا، الجيش الإسرائيلي بدأ في استخدام M61، وهو رشاش كبير ولديه قدرة كبيرة على إطلاق الرصاص لمكافحة المسيرات الصغيرة الحجم، والتي يعد التصدي لها مكلفا، وحزب الله يمتلك منها المئات وربما الآلاف. إضافة إلى كل هذا، قد تكون الحرب مختلفة بسبب التقنيات، ولا ندري هل ستحدث بطريقة مباشرة اجتياح بري أم سيكون هناك قصف ومحاولة لإبعاد السكان قبل اندلاع الحرب. عودة إليك نادية. شكرا عبد الجليل. على كل حال هذا هو موضوعنا الأول، عنواننا الرئيسي في العالم الليلة. أذهب الآن إلى مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي من القدس. زياد، أهلا بك معنا. العنوان الشمالي اليوم بسبب التصعيد اللامسبوق، وفق ما يدور إسرائيليا إزاء هذه التطورات، هل إسرائيل تريد هذه الحرب؟ لا تريد هذه الحرب، والجيش الإسرائيلي ليس جاهزا لهذه الحرب، خلافا لما يقول علنا في الإعلام. اليوم عمليا هناك اجتماع لمجلس الحرب أو ما تبقى منه، جالانت والوزير ديرمر وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية للبحث في الجبهة الشمالية. كما سبق وقلنا وسمعتم اليوم ما قاله غانتس، تماما ما كنا نقوله طوال الأسابيع الماضية، الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأنه لا يستطيع أن يفتح جبهة في الشمال ضد حزب الله طالما أن هناك حربا في قطاع غزة، وبالتالي الخيار أمام نتنياهو هو وقف الحرب في غزة إذا ما أراد حربا شاملة في الشمال. حاليا لا يبدو الأمر ذاهب إلى هذا الموضوع، رغم رد حزب الله الملفت على المدى يومين، قلنا أنه سيطلق حوالي 500 صاروخ وهذا ما تم فعلا. هناك تغيير الآن في المعادلة، اغتيال قادة في حزب الله سيقابل بإطلاق مئات الصواريخ يوميا، هذا لم نكن نراه في من قبل، لكن ليس أكثر من ذلك حاليا. الوزير ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي سيخفان إلى واشنطن بدعوة من مستشار الأمن القومي الأمريكي كي يسمعوا من الأمريكيين دون كما قال. طيب زياد، يبدو أنه في خلل في الصوت من المصدر، في خلل من عندك، سنحاول أن نسمعك قدر الإمكان. زياد، هل تسمعنا الآن؟ أنا معك، نعم. طيب الصوت تمام واضح، أرجو أن تكمل فكرتك. قطع الصوت لما كنت أعرف. الوزير ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي سيخفان إلى واشنطن بدعوة
من البيت الأبيض من مستشار الأمن طبعا ملفت لأنهما مقربان جدا من بنيامين نتنياهو، وبالتالي على الأرجح سيسمعان عبارة دون، لا تذهبوا إلى حرب شاملة مع حزب الله لأن إيران ستدخل على الخط، ولأن ذلك سيعقد الوضع إقليميا ودوليا بالنسبة للمصالح الأمريكية أيضا في المنطقة. أيا كان لا يبدو خلافا لكلام الإعلام، لا يبدو أن إسرائيل جادة الآن في الذهاب إلى حرب، ولا أن حزب الله أيضا بصدد فتح حرب. شكرا جزيلا لك زياد حلبي. ونتابع في نفس الموضوع إلى بيروت الآن قيادي في حزب القوات اللبنانية العميد وهبي قطيشة. عميد وهبي أهلا بك معنا في العالم الليلة. القرار اللبناني اليوم بيد حزب الله، يعني قرار السلم والحرب، أنتم كقوة معارضة سلمتوا الراية خلاص بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة؟ نحن لا الراية أبدا، ولن نسلمها، لم نسلمها سابقا ولن نسلمها في المستقبل. إنما حزب الله هو الذي تفرد بقرار الدولة اللبنانية وأخذها إلى الحرب منذ ثمانية أشهر. هو يخوض حرب مفتوحة مع إسرائيل، ولكن هذه الحرب ليست شاملة كل المناطق، لأن إسرائيل منشغلة في هدف أساسي. الهدف الأساسي والجهد الأساسي هو في غزة، وهي تشاغل حزب الله كهدف ثانوي. إنما حزب الله يفضل استنزاف على حرب المواجهة الشاملة، لأن موازين القوى التدميرية هي تميل لصالح إسرائيل. لذلك صعد مؤخرا حزب الله هذين اليومين، صعد بالتدخل، صعد ليس نوعيا بقدر ما صعد بالمدى وبالأهداف، بقيت هي طيب أهداف عميد عسكرية وهبي. ولكنه بالمدى وصل إلى بحيرة طبرية. عميد وهبي صعد ردا على اغتيال أحد أمام هذا التصعيد. اليوم إسرائيل تحمل ليس فقط حزب الله بل تحمل الحكومة اللبنانية، يعني لبنان صعد الرسمي. ردا على ما موقفكم من هالكلام؟ طبعا عادة في البلدان الديمقراطية أكيد أنه هي الدولة هي المسؤولة عن أرضها وعن شعبها وعن كل ما يحصل فوق أراضيها. إنما كل العالم يعرف اليوم أن حزب الله هو الذي صادر القرار اللبناني، وهو يستخدم السلاح، وهذا شيء غير موجود في أي بلد في العالم. هو صعد مؤخرا لأنه يفضل الاستنزاف البطيء، صعد مؤخرا ردا على اغتيال أحد قياديه. لكن إسرائيل كما أعتقد يمكنها استيعاب هذا التصعيد، لأن هذا التصعيد بقي محدودا بالأهداف العسكرية وبقي محدودا في المناطق الفارغة تقريبا في الجليل ووصولا إلى بحيرة طبرية. أنا أعتقد بسبب الضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو الذي يحذر من شمولية الحرب ومن توزيع في جنوب لبنان، نعم، سيبقى الوضع تقريبا وضع الاستيعاب. طبعا عميد وهبي، هذا من الجانب الإسرائيلي والضغوطات الأمريكية عليه، على نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية من قبل، يعني في ديلي بيننا، تأخير. ولكن ماذا عن الجانب اللبناني نيابيا سياسيا، ماذا يمكن أن تفعلوا أقله لإعادة توازن القوى اليوم في لبنان؟ نحن في كمعارضة نحن نعارض هذه الحرب، ولكن نحن الحكومة اللبنانية هي بيد حزب الله. حزب الله هو الذي يسيطر على القرار ويسيطر على الحكومة اللبنانية، هي حكومته. لذلك هو يخوض الحرب خلافا لإرادة معظم وغالبية الشعب اللبناني. هذا ما كل العالم يعرفون، أن الشعب اللبناني لا يريد هذه الحرب بأغلبيته الساحقة، ولكن هو اليوم محكوم بقرار حزب مسلح خارج عن الدولة وخارج عن الشرعية الوطنية، وهو يحتكر القرار الوطني ويذهب بلبنان. طيب، ونحن ننتظر نهاية هذه الحرب لنعرف على أي شيء وعلى أي أساس يبنى المستقبل، لأن حزب الله أخذ لبنان إلى مكان آخر خلافا لإرادة شعبه. طيب عميد وهبي، شكرا جزيلا لك من بيروت، القيادي في حزب القوات اللبنانية العميد وهبي قطيشة. الولايات المتحدة تعمل على ردم الفوجة بين إسرائيل وحماس لتوصل اتفاق في أقرب وقت.
البيت الأبيض قال أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب والتغيرات التي اقترحتها حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة فعليا ومتوقعة. في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التعديلات التي اقترحتها حماس بعضها قابل للتنفيذ وبعضها لا يمكن تلبيتها. أما الإعلام الإسرائيلي فاعتبر أن فرص التوصل لاتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت منعدمة في ظل ظروف معقدة. ولكن في هذا السياق محاسن، ما هي النقاط الشائكة نتعرف عليها معك؟ شكرا نادين. النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: أولا مسألة إنهاء الحرب، حماس تصر على أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين ما لم يكن هناك وقف دائم للنار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ونتنياهو يقول إن إسرائيل لا تزال مصرة على تدمير القدرات العسكرية لحماس وضمان عدم قدرتها على تنفيذ هجوم على غرار ما حدث في 7 أكتوبر. أما النقطة الثانية فحماس تريد إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل بمن في ذلك قادة سياسيون، بما بعد أن قالت إسرائيل إنها هي من ستحدد قائمة الأسماء. النقطة الثالثة تتعلق بأزمة الثقة، فحماس قلقة من أن إسرائيل سوف تستأنف الحرب بمجرد إعادة رهائنها الأكثر ضعفاً أي النساء وكبار السن والجرحى. شكراً محاسن، لدينا المزيد من الملفات ولكن بعد فاصل قصير، وبعده عقوبات اقتصادية بريطانية على بورصة موسكو. ومن ملفاتنا أيضا في العالم الليلة، روسيا وكوبا تعيدان الذاكرة إلى أزمة الصواريخ والحرب الباردة. زعماء الدول الصناعية الكبرى 7 مجتمعون في إيطاليا، ملفات ثقيلة على طاولة نقاشاتهم. حرب أوكرانيا الملف الأبرز إلى جانب ملفات أخرى كالهجرة والحرب الجارية في قطاع غزة. الأبرز كان اتفاق الزعماء على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة وفق ما أعلن مسؤول أمريكي. آلية المساعدة هذه تتمثل في استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو. مصادر أكدت أن القادة يتخذون القرار فيما سيعمل تقنيون لاحقا على بلورته بهدف التأكد من انسجامه مع القانون وقواعد المالية العامة والقدرات المالية للجميع. من المسائل التي تحتاج توضيحا أيضا في هذه المساعدة معرفة طبيعة ضمانات هذا القرض، مع العلم أنه أمريكي في الأساس ويمكن أن يتم استكماله بمال أوروبي أو بمساهمات وطنية. نذهب الآن إلى إيطاليا وإلى مدينة باري بالتحديد، تنضم إلينا من هناك موفدة العربية نادية بلبيسي. نادية مرحبا بك معنا، على ما يبدو أنك الآن في انتظار مؤتمر صحفي، من نتوقع وما الجديد حتى الساعة؟ بالفعل نادية، نتوقع وصول الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي خلال دقائق من الآن، وكما ترين خلفي هناك طبعا يافطة كتب عليها اتفاق أمني أمريكي أوكراني، وهو أهم ما ركزت عليه هذه القمة. لماذا؟ لأن الرئيس بايدن قرر أن يوقع مع أوكرانيا اتفاق أمني لمدة 10 سنوات. والمعضلة التي تواجهها الإدارة هو أن كما تعرفين بعد 5 أشهر ستكون هناك انتخابات أمريكية. إذا أتى الرئيس ترامب وخسر بايدن هذه الانتخابات، هذا يعني بأن هذا الاتفاق بات في مهب الريح رغم كل الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وإضافة إلى ذلك، حتى موضوع القروض 50 مليار دولار ستعطى إلى أوكرانيا لشراء أسلحة ولإعادة الإعمار ولمواجهة روسيا في هذه الحرب، أيضا هي نفسها قد تتغير بعد طبعا 5 أشهر من الآن، ليس فقط في الولايات المتحدة إذا فاز ترامب، لكن في أوروبا. نتحدث عن تغيير حكومات، وهذه آخر مرة يحضر فيها الرئيس بايدن طبعا هذا المؤتمر لدول 7 الصناعية. لكن أيضا ربما أريد أن بشكل سريع أتحدث عن موضوع وقف إطلاق النار. قبل قليل سئل الرئيس وهو في طريقه إلى هنا، هل تتوقع صفقة وشيكة بالنسبة لوقف إطلاق النار مع حماس؟ قال لا، أجاب بالنفي،
لكنه قال بأنه لم يفقد الأمل بعد. وبالتالي نتحدث عن موضوع أوكرانيا الذي يطغى على جدول هذه القمة، نتحدث على موضوع وقف إطلاق النار الذي تسعى الإدارة إلى يعني بذل كل الجهود وتكاتف هذه الجهود سواء كان هنا أو في الشرق الأوسط للضغط على حماس للقبول فيها. هناك مواضيع كثيرة، موضوع الهجرة غير الشرعية، تغيير المناخي، وأيضا ربما ما هو ملاحظ وأن البابا فرانسيس سيكون غدا في هذه القمة ليتحدث عن موضوع غريب جدا وهو الذكاء الاصطناعي، وهو أول مرة يحضر فيها الحبر الأكبر طبعا أو الأعظم هذه القمة، لكن تأتي في وقت متقلب سياسيا لكل دول أوروبا بما فيها طبعا رئيس الوزراء البريطاني الذي نعرف إذا هو أيضا سيبقى في الحكم أم لا. صحيح نادية، ونحن بالتأكيد سنكون معك في الساعات المقبلة لنعرف مجريات وجديد التطورات. شكرا جزيلا لك من باري في إيطاليا مفدى العربية إلى هناك نادية بالبيسي. في السياق ذاته، بريطانيا تعلن عن عقوبات جديدة على روسيا تطال بورصة موسكو الرئيسية. لندن قالت إن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من قدرة روسيا على تمويل آلتها الحربية. تأتي هذه العقوبات بعد يوم من إعلان واشنطن عن إجراءات مماثلة. نذهب إلى الكويت وينضم إلينا من هناك الدبلوماسي الأوكراني إيفان سهيدا. سيد إيفان مرحبا بك معنا في العالم الليلة. ما الذي يعني حجم الدعم الذي تم تقديمه لأوكرانيا وقررته مجموعة السبعة، وما الفارق الذي يمكن أن نصنعه في الحرب؟ فعلا ذلك سيقوي قدرات أوكرانيا لمقاومة الاستعمار الروسي، والحرب اليوم ليست مثل كانت منذ سنتين أو منذ سنة وبعد أشهر. الحرب كذلك ستتغير تماما، لأن علاوة على هذه المساعدات المالية لأوكرانيا ستصل هناك المعدات والطائرات لمقاومة لتقوية الدفاع الجوي الأوكراني، وطبعا بعد أشهر كذلك نتوقع التقدم في الذكاء الاصطناعي للمسيرات الأوكرانية، وهذا سيغير يعني الوجه لهذه الحرب. ولكن سيد إيفان لماذا مع كل هذا الدعم المالي والعسكري الذي يقدم لأوكرانيا تبقى روسيا هي المسيطرة وتتمدد على قرى وبلدات أكثر فأكثر؟ لأن روسيا تواصل بيع النفط، والنفط في العالم أصبح أغلى لسبب هذه التقلبات في السوق، وروسيا تكسب الأموال كثيرة، وكثير من الدول كذلك تربح من شراء النفط الرخيص الروسي، وهذا يقوي قدرات اقتصادية روسية لشن حربها العدوانية على أوكرانيا، وبالنسبة لأوكرانيا هو استعمار واضح. ولكن سيد إيفان اليوم أصبحت حرب، يعني في تكافؤ وفي دولتين ودعم مالي وعسكري كبير لأوكرانيا، ألا تعتقد بأن كييف أصبحت عبئا على الحلفاء وعلى الأوروبيين والأمريكان؟ يعني بعد أكثر من عامين من هذه الحرب لا خاسر ولا رابح فيها. في الحقيقة هذه الحرب في أوكرانيا عندما نوقف روسيا فروسيا ستتوقف، روسيا لن تتوقف بنفسها، وبعد لو خسرت أوكرانيا لو امتدت الحرب إلى مولدوفا لأنها ليست دولة ناتو، وكذلك إلى دول البلطيق وبولندا حين روسيا تريد وصول إلى عبر طيب. شكرا لضيفنا سيد إيفان، يبدو أن فقدنا الاتصال معه. شكرا له على كل حال. من الكويت الدبلوماسي السابق إيفان سهيدا. كشفت مصادر خاصة لقناة سي بي إس الأمريكية أن الجيش الأمريكي حرك أسطولا متكونا من مدمرتين وسفينتين مجهزتين بمعدات مخصصة لرصد الغواصات بهدف مراقبة تحرك السفن الروسية التي ستجري مناورات مشتركة مع البحرية الكوبية. إذا الخطوة الأمريكية هذه تسببت في جدل كبير بسبب تصريحات مسؤولة من مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا فيها عدم تشكيل هذه المناورات الروسية أي خطورة على أمن أمريكا. عبد الجليل، ما الذي تغير الآن؟ نعم نادين، بالرغم من أن كوبا أكدت أن الأسطول الروسي لا يحمل أسلحة نووية إلا أن نوعية التسليح الحديث للقطع الروسية حامل الكثير من الإشارات
والمعاني. في الحقيقة الأسطول الروسي وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقي يجري مناورات سنوية إلى كوبا في الفترة بين عام 2013 إلى غاية 2020، لكن هذه المرة الأمر مختلف تماما. روسيا أرسلت قطع حربية حديثة وتحمل صواريخ فرط صوتية، لكن التحدي أو الرسالة التي وصلت أمريكا والذي ربما غير موقفها من هذه المناورات هو إرسال الغواصة النووية كازان، وهي غواصة نووية ثقيلة لديها ميزة التخفي، هي تعمل بطاقة نووية ولا تصدر ضجيجا في أعماق البحار. بمجرد وصول غواصة كازان إلى منطقة تبعد 80 كيلومترا عن كوبا فقدت البحرية الأمريكية تتبع هذه الغواصة ولم تجد أين هي موجودة، وهنا استنفرت أمريكا طائراتها وأيضا سلاح بحريتها من أجل العثور على الغواصة كازان. بالعودة إلى الخطة الأمريكية من أجل العثور، هذه غواصة كازان وهي قادرة على البقاء تحت الماء مدة شهرين، وبالتالي من صعب جدا تعقبها. أمريكا أرسلت طائرة أو طائرة تتبع الغواصات ومخصصة لرصد الغواصات، وهي طائرة بوسيدون بي 8، وهي طائرة من نوع بوينغ هدفها الرئيسي هو العثور على الغواصات. وبما أن المهمة كانت صعبة تبدو هي طائرة ركاب من الخارج، لكن من الداخل فيها العديد والعديد وعدد كبير جدا من الجنود المحترفين من أجل رصد الغواصات في أعماق المياه. المهمة كانت صعبة، ونشاهد هنا في محطات تتبع الطائرات كيف أن البحرية الأمريكية قامت بعدد كبير جدا من الدوريات بالقرب من الحدود الكوبية. هنا هذه المنطقة تلامس الحدود أو المياه الدولية التي تقترب من الحدود الكوبية، ونشاهد كيف أنها وجدت صعوبات كبيرة في العثور على الغواصة. وبالتالي أمريكا أيضا أرسلت الرايت بورك، وهي مدمرتين من هذه الفئة، وهدفها أيضا العثور على الغواصة كازان. يبدو أن كازان ظهرت أخيرا فقط في ميناء كوبا، وهنا وصلت الرسالة لأمريكا بأن روسيا قادرة على إرسال غواصات بالقرب من حدودها دون اكتشافها. البحرية الروسية يمكن أن تنتقل في مناورات أخرى إلى فنزويلا، ليس هذا مؤكدا حتى الآن. إلى ذلك عودة إليك نادين. جغرافياً جمهورية كوبا عبارة عن أرخبيل من الجزر الواقعة في شمال البحر الكاريبي عند التقاء خليج المكسيك والمحيط الأطلسي. تقع الولايات المتحدة إلى الشمال الغربي، وتبعد ولايات فلوريدا عن الأراضي الكوبية حوالي 90 ميلاً فقط. هو ما دفع واشنطن لفرض حصار بحري عليها منذ أكثر من 6 عقود لمنع وصول الصواريخ إليها. أما فيما يتعلق بعمليات الانتشار الروسية الأخيرة، فهي تضم الغواصة النووية كازان التي انضمت إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021. هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض. أيضا الفرقاتة هي أول سفينة حديثة متعددة المهام التي انضمت، دخلت الخدمة عام 2018، ثم تم تطويرها لتحمل على متنها صواريخ فرض صوتية. 13 يوما من الرعب جعلت العالم على حافة حرب نووية، حين اكتشف الأمريكيون وجود صواريخ سوفيتية على جزيرة كوبا القريبة منهم. لم تكن علاقة الولايات المتحدة بكوبا في أفضل حالاتها بعد عهد الجنرال الكوبي اليميني فولينكسيو باتيستا، حليف أمريكا المخلص والذي أطاح به فيدل كاسترو في ثورة مسلحة عام 1959، الذي قام بتأميم الشركات المملوكة لأمريكا في كوبا، ما جعلها في نظر الأمريكيين دولة شيوعية على حديقتها الخلفية. وضعت المخابرات الأمريكية خطة عسكرية للإطاحة بكاسترو، وجندت ما يفوق 1400 من الكوبيين على أراضيها لإسقاط النظام، ولكن تراجع الرئيس الجديد كينيدي عن توفير الدعم الجوي للعملية أدى لفشلها.
قدمت المخابرات الأمريكية معلومات صادمة للبيت الأبيض حين سجلت إحدى طائرات التجسس صورا لقواعد صواريخ روسية في كوبا. خلال الأسابيع الماضية وبشكل لا يقبل الشك، تم رصد مجموعة من مواقع الصواريخ في الجزيرة المحاصرة. على اسم النهر في شرق سيبيريا، صمم السوفييت عملية جريئة لنقل الصواريخ البالستية إلى كوبا وتأسيس قاعدة قادرة على ضرب العمق الأمريكي. أكثر من 60 سفينة ترافقها 3 غواصات أوصلت 24 منصة صواريخ وأكثر من 40 صاروخا باليستيا و45 رأسا نووي. ساد توتر في البيت الأبيض نتيجة للتهديد السوفيتي، وقدم مستشار كينيدي نصائحهم بضربة استباقية ضد السوفيت ما كان سيعجل بحرب نووية غير محسوبة المخاطر. بعد أسبوعين من القلق العالمي، تلقى كينيدي رسالة تفاوض سوفيتية تدعوه للتعهد بسحب الصواريخ الأمريكية من قواعدها في تركيا والتعهد بعدم غزو كوبا مقابل سحب الصواريخ السوفيتية. وقد كان. ابقوا معنا ولدينا بعد الفاصل. أكثر من 1,800,000 حاج يصلون العاصمة المقدسة. ومن ملفاتنا أيضاً دراسة جديدة، نصف مواليد الجيل زد يعيشون بشخصية مزدوجة. واصل حجاج بيت الله الحرام توافدهم على مكة المكرمة جواً وبحراً وبراً استعداداً لأداء مناسك الحج وسط رقابة أمنية مشددة على جميع المنافذ. أكدت السلطات السعودية استعدادها لاستقبال الحجاج وتجهيز كافة المرافق والخدمات لضمان سلامتهم، حيث يتم التحقق من جميع القادمين قبل دخول العاصمة المقدسة عبر الأنظمة التقنية المتاحة لرجال الأمن، فضلا عن التحقق من المركبات والتأكد من سلامتها. ونذهب إلى مكة المكرمة، ينضم إلينا من هناك مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة، على ما يبدو أنت الآن من أمام إحدى النقاط الأمنية، اليوم يبدأ تفويج الحجاج إلى مشعر منى وأيضا إلى مكة المكرمة لأداء طواف القدوم، كيف هي الاستعدادات؟ نعم، إذا كنا نتحدث بصراحة عن الحالة الأمنية التي تشهدها العاصمة المقدسة بداية من المنافذ البرية والجوية والبحرية وصولا إلى النقاط الأمنية، أتواجد الآن في نقطة الشميس الأمنية وهي القلب النابض وإحدى أكبر أهم النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة المقدسة، والتي من خلالها يتم تفويج الحجاج سواء عبر مركبات مخصصة للنقل أو عبر حافلات النقل العام والنقل الترددي كذلك. الجديد الليلة أن هناك ملصقات تم لصقها ووضعها على بعض الحافلات، بحيث أن هذه الحافلة قد تم تفتيشها مسبقا وبأن كل من ركبوا هذه الحافلة لديهم تصاريح تخولهم الدخول إلى العاصمة المقدسة وأداء النسك الأعظم. أترككم الآن في صورة مباشرة لنلتقي الحركة الأمنية الفعلية والكثير من التفاصيل في هذه المنطقة. نقطة الشميس يمر من خلالها تقريبا أكثر من 100,000 سيارة في الساعة الواحدة، الكثير من رجال الأمن المتوزعين على هذه النقاط، 16 مسارا ينقل من خلالها رجال الأمن جميع المركبات المصرحة أو من يحملون معها أيضا من يحملون تصاريح الحج إلى العاصمة المقدسة، وإعادة من لا يحملون التصاريح من حيث أتوا بعد إعطائهم المخالفات النظامية. سبق وأن كانت هناك تصريحات معينة من قبل الأمن العام السعودي بأن من سيكون هناك الكثير من يعني التعديلات الكبيرة على مسألة النظام اليوم، وأيضا نتحدث على تطبيق الأنظمة تقريبا قبيل 10 أيام بوضع المخالفات الحقيقية من 25 من شهر ذي القعدة. هذه العملية اليوم كانت متوالية من بعد شهر شوال تقريبا، من بعد تطبيق أنظمة الحج، وكانت هناك تنديدات كبيرة جدا. ما يدعني أتحدث اليوم نادين من هذه النقطة أن هذا العام شددت السلطات السعودية بشكل كبير جدا، وكما هي العادة كل عام، على مسألة التصاريح التي لابد أن تكون موجودة لدى الجميع، خصوصا مع الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى العاصمة المقدسة اليوم. 1,800,000 حاج هم من وصلوا إلى العاصمة المقدسة، ولا زال هناك حجاج الداخل لم يصلوا بعد إلى العاصمة المقدسة، هم سيبدأون اليوم بأداء طواف القدوم، ومع فجر اليوم بالتأكيد سوف يذهبون إلى مشعر منى
لقضاء يوم التروية، وستم أيضا تفويجهم صبيحة يوم عرفة إلى مشعر عرفات. هناك أيضا خطة أمنية محكمة قضت كما هي العادة كالعام الماضي والعام الذي قبله بأن يتم تفويج أعداد كبيرة جدا من الحجاج قبيل عرفة بيوم آخر لكي لا يكون هناك تكدسات في العاصمة المقدسة، ويتمر الحركة الأمنية بشكل سلس خصوصا مع إغلاق جميع المداخل والمخارج إلى المشاعر المقدسة، سواء ممن يحملون التصاريح أو أعداء ذلك فقط من خلال المركبات أو من يحملون مركبات نقل خدمات. هذه الخدمات اليوم التي تقدم من وزارة الداخلية السعودية بالتأكيد في مسألة ضبط الأمن، مدير الأمن العام السعودي تحدث مسبقا بأن مسألة المساس بالحج هي خط أحمر، هذه الكلمة التي وصف بها مدير الأمن العام السعودي هذه الحالة اليوم، وبأن من يحاول المساس اليوم بأمن وسلامة الحجاج والحج سوف يكون عقابه وخيما. هذه النقطة الآن، ثم بعدها نقطة الزايد وهي نقطة تفويج مرورية، نتحدث الآن ونحن في نقطة أمن طرق في مسألة التصاريح، ثم النقطة المرورية، ثم بعدها يتم تفويجهم مباشرة إلى المناطق المؤدية إلى إسكانهم في المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا أسامة قاسم. مواكبة لتغطية موسم الحج، تبث العربية سلسلة وثائقية من إنتاجها تحت عنوان من كل فج عميق، تواكب السلسلة في 5 حلقات من دول أفريقية وآسيوية استعدادات الحجيج قبل انطلاقهم من مدنهم وقراهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. سلسلة من كل فج عميق تسلط الضوء أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لتيسير رحلة ملايين الحجاج إلى الحرمين الشريفين. أعتقد أن تطور البنية التحتية والتشييد الذي نراه في السعودية هو الأسرع في العالم والأكثر استدامة. التخطيط الجاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة متطور جدا، تجد هناك التغييرات والترميمات التي تخدم ضيوف الرحمن سواء في توسعة الحرم المكي أو ساحته، بالإضافة للمشاعر أو حتى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي. المملكة طورت رحلة الحج وطورت احنا نسميها خدمة ضيوف الرحمن من خلال رؤية 2030. كانت هذه يعني الرؤية ملهمة واستلهمنا منها الشيء الكثير، أوجدت أشياء ما كان حد يتوقعها أو يتصورها أنها تحدث وفي زمن قياسي. This time around the timeline was released immediately after the 2023 Hajj. Because of the Saudi government announced our quota early this year, it's enabled us to prepare the pilgrims and also our team to make sure that the whole operation can be more smooth from the beginning until to the end. And after this, we really also praise to Allah Subhanahu wa Taala and thanks to the government of Saudi Arabia for the additional quota provided by His Excellency the Prince Mohammed bin Salman to our President Joko Widodo. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في قناة العربية عقيل بخمسين. عقيل أهلا بك معنا في العالم الليلة. عقيل، في العادة التغطيات لموسم الحج تكون أثناء أداء المناسك يوم عرفة العيد وما بعده، لكن للمرة الأولى برنامج يسلط الضوء على الحجاج من كل فج عميق، من أين جاءت الفكرة ولماذا؟ شكرا لاستضافتك نادين، أنا سعيد بوجودي معك اليوم. بالتزامن مع عيد العربية 21 كان في توجه لدى إدارة قناة العربية بإطلاق حزمة برامج جديدة على القناة، وأيضا توزيع عملية الإنتاج التلفزيوني على المحطة. فكرة سلسلة من كل فج عميق جاءت الفكرة قبل حوالي 3 شهور لتسليط الضوء على قصص الحجاج. إحنا في كل سنة نشوف الحجاج في الحج، نسمع منهم خلال ثواني انطباعهم أو شعورهم لوجودهم في مكة أو المدينة، بينما في قصة استعدادات طويلة جدا تبدأ في دول الحجاج. فكانت الفكرة أن احنا نسلط الضوء على الاستعدادات هذه، وأيضا نسلط الضوء على الجهود السعودية لاستقبال الحجاج في دولهم نفسها.
طب عقيل بالحديث عن هذه الدول، ليش تم اختيار هذه الدول بالتحديد، على أي أساس؟ نادين، احنا كنا في خمس دول. كنا في أندونيسيا. أندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم، 270 مليون نسمة في أندونيسيا، حوالي 240 مليون مسلم، 240 مليون مسلم، وأكبر بعثة حج تأتي إلى المشاعر المقدسة هي من أندونيسيا، حوالي 240 ألف حاج سنويا. ماليزيا صاحبة تجربة رائدة جدا في عملية تنظيم الحج. ماليزيا أطلقت في الستينيات صندوق للحج يقوم بادخار الماليزيين الراغبين في أداء فريضة الحج منذ سن مبكرة. يعني الماليزي يستطيع أن يبدأ من وقت ولادته لادخار الحج بمبلغ 2.5 دولار يدفعها شهريا، ويتراكم هذا المبلغ لحد ما يتمكن من أداء الفريضة. كنا في نيجيريا. نيجيريا بلد في أكثر من 200 مليون نسمة، أكثر من 100 مليون مسلم في نيجيريا، وثقافة مختلفة عن الثقافة الآسيوية. كنا حريصين على التنوع والتعدد في الثقافات. المغرب بلد مشهور تاريخيا بقوافل الحج اللي كانت تجي من المغرب إلى المشاعر المقدسة منذ القرون الأولى للإسلام، الركب الفاسي والركب المراكشي. صورت كل هالبلاد بوقت قياسي، يعني كنت تقول لي يعني بشهرين لفيتوا على كل هالبلاد وصورتوا تقارير. بس أنا لضيق الوقت بدي أسألك عقيل، كنت عم تقول لي أيضا وراء الكواليس ولم يتسنى لي أن أعرف لماذا بأن هذا العمل من أحب الإنتاجات على قلبك، لماذا؟ صحيح نادين، العمل هذا عمل أنا كثير حبيت الشغل عليه على الأرض كصحفي. أعتقد أنه من أثرى التجارب الصحفية اللي مريت فيها، أنه أتنقل في خمس دول فيها ثقافات وشعوب مختلفة، بس كل الشعوب هذه عندها غاية واحدة اللي هي الذهاب للحج. كيف الناس، كيف الشعوب هذه تعمل للوصول لغايتها، هذا الشيء أثر تجربتي كثير. نادين، في دول مثل أندونيسيا في بعض الأقاليم الحاج ممكن ينتظر فرصة للذهاب للحج لمدة 20 أو 30 سنة. في دولة مثل نيجيريا اللي هي مشهورة أو نسبة كبيرة من سكانها يشتغلون في الزراعة، المزارعين يربون الأبقار، يكبرونها، بعدين يبيعونها ليوفرون تكلفة الذهاب للحج. كانت تجربة مثيرة أن الواحد يشوف كيف الإنسان ممكن يوصل لغايته. وأنا بشكرك جزيل الشكر، بتمنى لكم كل التوفيق في سلسلة البرامج. ومن كل فج عميق، الصحفي في قناة العربية عقيل بوخمسين، شكرا جزيلا. شكرا. بلوان ده كده كتب كتب بلوان pasal dalam berjuta penduduk Malaysia saya dipilih dengan isteri kan jar kursi mutaharrik وصلت شرطة الأمن سعودي وكيساعدوني. أنا حشمت، قلت لهم، قالوا لي هذه أمي هذه. تسألهم عن أي مكان يدلوك، بدك مساعدة، وأقول له الله يبارك فيكم، أنتوا يعني جنود الله. قال إحنا مسخرين عشانكم، إحنا ما بنروح على بيوتنا لمدة شهر كامل عشان نخدمكم. One of the people I met there was a priest from South Africa. His name is Richmond. Him and his whole parish turned into Muslims. Allahu Akbar, it was fantastic. يعني صرت أعيط بالآخر عن جد، يعني بس جاني الخبر، كتب لي الحج صباح الاتحاد من صندوق الحج إني يعني قديش انبسطت، والله صرت أعيط. Itu satu pengalaman yang betul-betul menginsafkan. إلى ملفنا الاقتصادي. يصوت مساهمو تسلا اليوم للمرة الثانية على قرار أو رفض خطة التعويضات والمكافآت لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار،
وسط رفض من كبار المساهمين وثقة من ماسك بالموافقة. الخطة التي أقرت للمرة الأولى في عام 2018 تضمنت حصول ماسك على خيارات أسهم تمثل 1% من تسلا في كل مرة يحقق هدفاً من أصل 12 هدفاً مختلفاً. الأهداف تضمنت رفع قيمة الشركة السوقية ب 600 مليار دولار، وهو ما حصل في عام 2022، بالإضافة إلى التحول الربحية وتحقيق مستويات معينة للإيرادات، وهو ما حصل أيضاً منذ عام 2021. في حال الموافقة من قبل المساهمين، فإن ماسك سيحصل على 12% من تسلا، ستضاف إلى حصة 13% التي يمتلكها فعلاً. معنا هنا في الاستوديو محرر شؤون الاقتصاد في شبكة العربية علي حماد. علي، أهلاً بك معنا. المكافأة الأكبر في تاريخ أمريكا، كيف بدأت القصة بإيجاز؟ القصة بدأت عام 2018 عندما وصل أو كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة. الشركة لم تكن تحقق أي أرباح أو إيرادات، ولكن قام مجلس الإدارة بالاتفاق مع إيلون ماسك وحصل بنفس الوقت على 73% من أصوات المساهمين في الشركة بأن يقوم بالحصول على 56 مليار دولار في حال تحقيقه ثلاثة شروط أساسية. الشرط الأول هو رفع القيمة السوقية من 50 مليار دولار إلى 650 مليار دولار، وتحقيق إيرادات تبلغ 170 مليار دولار، بالإضافة إلى أرباح بنحو 14 مليار دولار. طبعا هذه الشروط كانت يجب أن تتم خلال 10 سنوات وعلى مدار 12 مرحلة. إيلون ماسك قام بتحقيق كل هذه الشروط خلال 3 سنوات فقط. استوفى كل الشروط. طب بالضبط. شو رأي المساهمين الكبار؟ يعني هل سيتغير هذا الاتفاق أم بالضبط هنا المشكلة. المشكلة أن المساهمين الكبار في الشركة يقولون بأن اليوم إيلون ماسك، أو عندما تمت الموافقة على هذا الاتفاق في 2018، مجلس الإدارة لم يفاوض ماسك بطريقة كاملة كان يمكن التأثير عليه بشكل أكبر. علي، نعتذر منك لك مباشرة للمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن في إيطاليا. ما يعبر دعمنا لأوكرانيا، أنا والرئيس زيلينسكي قمنا بالتوقيع على هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وهدفنا هو أن نعزز قدرات ردع أوكرانيا على المدى الطويل وتحقيق السلام الدائم لأوكرانيا، الذي يجب أن يكتب من قبل أوكرانيا بنفسها، ولمنع أي أعمال عدائية في المستقبل. الولايات المتحدة سوف تساعد لضمان قدرة أوكرانيا على فعل الأمرين معا، ليس من خلال إرسال قوات أمريكية، بل من خلال إرسال الأسلحة والذخائر وتعزيز مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، وهذا سوف يسمح لقدرة التشغيل في أوكرانيا وفقا لمعايير الناتو. إن تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية بحيث يمكن أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها، وسوف نعمل مع شركائنا لبناء قدرات أوكرانيا بصورة مستمرة، وسوف نعمل أيضا على تعافي أوكرانيا وتعافي اقتصادها بعد أن قامت روسيا بضرب قواعد الطاقة والشبكات الأخرى الحيوية في أوكرانيا. كل هذه الجهود مجتمعة قد تم توضيحها في هذه الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة قمة السبع حققت نتائج مهمة، وهذا يخص الأصول المجمدة التي تمتلكها روسيا خارج روسيا. في العام 2022 وفي أعقاب هجوم روسيا، تم تجميد أكثر من 50 مليار دولار لروسيا خارج البلاد. أنني مسرور لأشاطر هذه الأخبار، أن هذا الأسبوع قمنا بتوقيع اتفاق لفك التجميد عن هذه الأصول الروسية، وسوف يتم منح جزء منها لأوكرانيا، وهذا تذكرة أخرى بأننا لن نتراجع في وجه هذا العمل العدائي. وأنا ورئيس زيلينسكي كنا بالتوقيع على رؤيتنا المشتركة للسلام، السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يعزز السيادة وسلامة الأراضي، سلام يمكن أن يعم في العالم ويحاسب روسيا عن الأفعال التي اقترفتها. نرى هذه الرؤية بأنها قد تحقق خطوة أساسية لاجتماعنا المقبل في سويسرا في الأسبوع المقبل. أخيرا، هذه الاتفاقية سوف تسرع من وتيرة العمل بين الولايات المتحدة والدول عبر الأطلسي، ويظهر التزاما كبيرا لأوكرانيا
وتعزيز المنتديات الديمقراطية وفقا للأهداف التي رسمتها دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. بينما نتخذ هذه الخطوة فأن الولايات المتحدة تزيد الضغوط على روسيا. يوم الأمس وزارة الخزانة أوضحت أن أي مصرف في أي مكان في العالم يقوم بالتعامل مع أي جهات روسية عرضة تكون تحت تلك العقوبات سوف تكون خاضعة لعقوبات شديدة. نكتفي بهذا القدر للمؤتمر الصحفي للرئيس الحالي ونعود إلى أخبار الرئيس السابق. حيث يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن اليوم لحشد تأييد النواب الجمهوريين ودوائر المال والأعمال بعد إدانته الجنائية غير المسبوقة في قضية الصمت. ترامب سيعقد جلسات منفصلة مغلقة مع أعضاء مجلس النواب في ناد خاص قرب الكابيتل ومع أعضاء مجلس الشيوخ في مقر حملاتهم القريبة، كما أنه سيخاطب الرؤساء التنفيذيين لعشرات الشركات. سيكون الاجتماع الأول الذي يعقده ترامب مع نواب في كابيتل هيل منذ أن غادر البيت الأبيض في عام 2021، فيما يبحث ترامب عن حشد مؤيدي استطلاعات رأي تشير إلى تقدمه. فقال نحو 41% من الناخبين في استطلاع لرويترز إنهم سيصوتون لصالح دونالد ترامب إذا أجريت الانتخابات اليوم، فيما اختار 39% الرئيس جو بايدن. كان تقدم ترامب ضمن نسبة 3% تقريبا، لكن يبدو أن هذا التقدم بات يتقلص في ولايته فلوريدا، حيث أظهر استطلاع نشرته جامعة فلوريدا أتلانتيك وشركة مين ستريت ريسيرش أن ترامب فقد نصف تقدمه في فلوريدا خلال الشهرين الماضيين. الجيل زد أو المواليد بين عامي 1997 و2012 أي فئة عمرية لا تشبه غيرها من حيث سلوكياتهم. هذه المرة دراسة جديدة أجرتها الشركة تكشف أن نصف مواليد الجيل زد يعيشون حياة مزدوجة على الإنترنت. يعني كيف سنعرف ذلك؟ فلك يعني أنت أفضل من يجبنا على هذا السؤال، فهذه الدراسة تخصك، أنت من مواليد هذا الجيل. نادين، يعني بالفعل بالكثير من الأحيان نشعر بهذا الفرق بين الإنترنت والحقيقة. الدراسة التي أجريت في أمريكا على 2000 شخص من أجيال مختلفة كشفت أن 46% من مواليد الجيل زد شعروا بوجود فرق كبير بين أنفسهم عبر الإنترنت والعالم الحقيقي. 31% من هذه الفئة العمرية المشاركة بالدراسة اعترفوا أنهم يخفون حياتهم على الإنترنت عن أهلهم، و53% منهم يفضلون التواصل على الإنترنت من الحقيقة. وعلى فكرة أيضاً 27% من جيل الألفية يخفون أموراً عن عائلاتهم على الإنترنت. الهدف من هذه الدراسة الحث على إجراء المزيد من المحادثات بين الأصدقاء والعائلة في الحقيقة، خاصة وأنه بحسب الباحثين فإن حوالي 1 من كل 5 شباب في العالم يعانون من مشاكل نفسية، ما يعكس أزمة عالمية. أما الآن فإلى العناوين. يوم ساخن على الحدود، صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان إلى إسرائيل، وواشنطن تحذر من تدخل إيران إذا اتسعت المعارك. أسلحة أوكرانيا بأموال روسية، اتفاق سياسي بمجموعة السبع يتيح استخدام أصول موسكو لتسليح كييف. رغم التقليل من خطورتها، واشنطن تستنفر لمراقبة قطع روسية وصلت هافانا بينها غواصة نووية. We are incredibly unified in working with President Trump to get him elected. مدعوماً باستطلاعات رأي تظهر تفوقه على بايدن، ترامب يبدأ اليوم مصالحة جمهورية في الكابيتل. بعد قليل ألقاكم في الساعة الثانية من العالم الليلة، ابقوا معنا في ملفات متنوعة.